جمهورية أبو سليمان، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو النهاردة مكنة سينجر 298 مميزة جدا جدا. طبعا المكنة دي غنية عن التعريف، ناس كتير قوي بتطلبها، خياطة وزجزاج وتطريز وحراوي وأوفر، حاجة محترمة جدا. اهو مكاننا معروف، كل فيديو بقول لكم يا جماعة احنا في الرويعي، في العتبة في الرويعي ورا مول صدناوي. اللي عايز يجي يا جماعة، عشان في بعض التجار نفس المهنة بيبقوا حاقدين شوية، فبيتوهوا الزبون ومش عايزين يدلوه على المعرض. فاحنا نعمل ايه؟ نيجي نسأل على محل كرم بتاع المسامير، انا جنبه على طول بمحلين. يبقى احنا هنسأل فين؟ على 14 شارع رواعي، معرض كرم بتاع المسامير. هتبص هتلاقي يافطة حمراء كده مكتوب عليها شبه دي كده، مكتوب عليها ايه؟ معرض سليمان. طبعا انا بحب كل اهل الصعيد، عشان هم الناس دي بصراحة يعني مفيش مكنة بتنزل الا لما هم على طول اللي بياخدوها، يعني اكتر من بتوع القاهرة بصراحة. بس طبعا بتوع القاهرة على راسي وكل الناس، واهل اسكندرية حبايبي برضو، اهل مطروح. طب المكنة دي بتخيط بابرتين، حط لها طقم دواسات 40 قطعة، فيها تطريزات تحفة، جاية معاها حاجتها الاصلية واكسسواراتها وموتورها الاصلي. ونخلي بالنا اول من موضوع الموتور ده، ان الموتور ده مكتوب عليه بصوا ميد ان ايه، تايوان اهو، ميد ان ناشونال، ده موتور ناشونال بتاع زمان، حاجه كده من الحاجات اللي هي العتيقه اللي تعيش معانا على طول. طب في خصم على المكنه دي يا ابو سليمان؟ طبعا في خصم، بصوا الجمال، ميد ان تركي، شايفين؟ شايفين يا جماعه المكنه عليها الختم بتاعها سنجر تركي اصلي. دي مكنة معدن قوية جدا، حديد، كوك حديد اهو، شايفين بره وجوه حديد. انا بكره المكنة البلاستيك وهفضل اكره المكنة البلاستيك، مشاكله كتير، مكان بطيء، مستحملش جنس. كلموني انا كابو سليمان عن المكن المعدن اللي هو يخيط جنس ويخيط جلد، اي حاجة انتوا عايزينها موجودة عندنا بفضل الله، حتى لو قطع غيار. كده النهاردة ده في فيديو صغير كده بعرفكم ان المكنة السنجل 298 التركي الاصلي، عشان في منها من غير الباكج ده بتبقى مش الاصلية، وفي منها موديل تاني اسمه 224. هستنى كل اخواتي ينوروني في المعرض، احنا موجودين، نحب كل جمهورنا، واحسن خصومات هنعملها لكم. واستنوني الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله.